صباح الخير، انا رجعت. اجازتي خلصت. انا عارفه اجازتي كترت الفتره دي، بس حقيقي كنت محتاجاها. الصيف عندنا هو الفصل الوحيد اللي ينفع فيه الخروجات والفسح، وانا كنت محتاجه بريك. والنهارده هصالحكم بكيكه ليمون، ومش اي كيكه ليمون. هنعمل النهارده كيكه ليمون بتاعت ستاربكس، الليمون لوف بتاعتهم الايسد من فوق، وطعمها وريحتها الليمون قوي جدا. انا رحت ستاربكس وجبت واحده عشان نقارن، ودقت الاثنين. ويعني احنا عارفين من الاول، من قبل ما نبدا، مين اللي فاز، بس هقول لكم برده افكاري ورايي والفرق ما بين الاثنين في الاخر. بس تعالوا الاول اوريكم ازاي عملنا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. طريقتها سهله جدا، وبجد من الحاجات اللي وهي في الفرن بتخلي ريحه البيت تحفه. ريحه الليمون في المخبوزات والكيكس والحاجات دي بتخلي ريحه البيت في منتهى السعاده بالنسبه لي. تعالوا نبدا الاول بالمقادير. دي كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها. وعلى فكرة انا غشيت، بصيت على الانجريدينت ليست بتاعتهم على الويب سايت. هم عندهم شوية اضافات تانية، حاطين مواد حافظة ومستخدمين سمن صناعي وحاجات زي كده. احنا هنخليها بس الحاجات المهمة، لان احنا مش محتاجين نحفظها لمدة طويلة، واللي تدي طعم كيك حقيقي. محتاجين سكر وليمون طبعا، بيض، دقيق، بيكنج باودر، وهنستخدم ميكس من الزبده والزيت. ده اللي هيدينا القوام الطري وفي نفس الوقت نكهه الزبده اللي انا ما حسيتش بيها خالص في الكيك بتاعته. وهنحتاج كمان ساور كريم او زبادي. هنبدا الاول بالسكر والبيض مع بعض، هنخلطهم مع بعض، وهنضيف على السكر بشر الليمون. وهنا عايزاكم تكتروا بشر الليمون، انا ما كانش فاضل عندي غير ليمونتين، وما حبيتش اخرج تاني عشان اجيب كمان ليمونه، بس انتوا محتاجين تحطوا كميه بشر ليمون كتير. ده اللي هيدي الطعم والنكهه بتاعت الليمون، ويخلي الكيكه كمان لونها اصفر، وهو اللي بيديها الريحه الحلوه دي اكتر من العصير بكتير، اهم بكتير من العصير. فبشرت ليمون وزودت الثلاث بيضات وهضربهم بالمضرب لحد ما يتخلطوا كويس مع بعض، دقيقتين ولا حاجه. بعد ما اتخلطوا مع بعض هزود بقى الليمون اللي انا بشرته في الاول ده، هقطعه وهاخد منه عصير حوالي 3 معالق كبار تقريبا. حطيت عصير ليمونه، ممكن تحطوا زي ما قلنا ساور كريم، ممكن تحطوا اللبن رايب، ممكن تحطوا زبادي، اي حاجه من الحاجات اللي فيها حموضه دي هي اللي بتخلي القوام بتاع الكيك طري وحلو جدا. وهنستخدم ميكس من الزبده والزيت. نزود بقى المواد الجافه بعد كده، اللي هي كوبايه ونص من الدقيق، وهنحط معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. نحط كام نقطه من الفانيليا تخلي النكهه احلى كمان. لو عندكم نكهه ليمون اللي هو مستخرج الليمون الطبيعي ممكن تحطوا منه، ولو عايزين اللون بتاعها يبقى اصفر ممكن تزودوا لون طعام. نخلط كل حاجه مع بعض، وبما ان احنا ضفنا دقيق خلاص ما نخلطش كتير، ونحطهم في صينيه متجهزه، حاطين فيها بقى بارشمنت بيبر، حاطين فيها زبده وشويه دقيق، وندخل الصينيه على الرف اللي تحت اللي في النص شويه عشان الوش بتاعها ما يتحرقش. ننزل الرف شويه ونسيبها في درجه حراره 180 لمده، هتاخد حوالي 40 45 اقصى حاجه 50 دقيقه. عند 40 دقيقه كده ممكن تبصوا عليها وتدخلوا فيها توث بيك، لو طلعت نظيفه يبقى بقت جاهزه، ولو حسيتوا ان الوش بدا يغمق بسرعه قوي غطوها بفويل عشان ما تتحرقش من فوق وتكمل سوا من جوه. بطلع الكيك بقى واسيبها تبرد خالص قبل ما نحط اي جليز عليها، علشان لو دافيه حتى شويه صغيرين الجليز هيجري ومش هيثبت على الكيك. الجليز بتاع الليمون اسهل حاجه في الدنيا. انا بحبه يبقى طبقه رفيعه عشان ما تخليش الكيك مسكر قوي، فبخليه يعني مجرد طبقه رفيعه من فوق بس بتزود نكهه الليمون شويه. باخد كوبايه من السكر الباودر وبزود عليها شويه من عصير الليمون حوالي معلقتين، وازود كمان معلقه او اتنين من يا اما كريمه الخف او الحليب، اي حاجه تخففوا بيها القوام شويه. بس اهم حاجه وانتوا بتعملوا الجليز ما تزودوش سائل سواء كان عصير ليمون او حليب كتير مره واحده عشان ما يبقاش خفيف قوي. نزود نقطه بنقطه، معلقه بمعلقه شويه صغيرين قوي، لان احنا هنحتاج اصلا كميه سائل صغيرين عشان تتحول لقوام الجليز التقيل. وبس هتعدلوها لحد ما توصل لقوام سميك بس ينفع نصبه. الكيكه بتاعتي بارده وصبيت الجليز فوقها، شايفين سميك ازاي، فمش هيجري في كل مكان، هيكوت هيغطي الكيكه ويبقى طبقه رفيعه. لو فيها اي فقاعات بعملها بالتوث بيك كده عشان تخرج منها، بسيبها شويه زي ما هي كده لحد ما الطبقه اللي فوق دي تتماسك. نقطع بقى وكده جاهزه انها تتاكل.
في اوبشن كمان ممكن تعملوه لو حابين، انا ما عملتوش عشان الكيكه بتاعت ستاربكس مش مسقيه، بس ممكن قبل ما تحطوا الجليز تسقوا الكيك، سواء كان بسيرب يعني اللي هو البسيط خالص، ميه وسكر مع بعض وعليهم عصره ليمون، او تسقوها برضو بحليب متدوب فيه شويه سكر وتسقوها وتسيبوها تشرب الحليب لو بتحبوا القوام بتاع الكيك الكيكات المسقيه كده. الاثنين خلصوا، وعلى فكره كان عدى على الاثنين كام ساعه عشان انا استنيت الكيك بتاعتي على ما تبرد وحطيت عليها الجليز وسبتها كتير، فالاثنين كان عدى عليهم كام ساعه. من الشكل شايفين بتاعتي اعرض واقصر شويه عشان شكل الصينيه مختلف، بس الكرام بتاعها احلى بكتير واطرى. عارفين القوام بتاع الباوند كيك او كيكه الزبده الطري، مش كرامبلي ومفتفته ونشفه شويه زي بتاعت ستاربكس. انا دقت في الاول بتاعت ستاربكس، حسيت انها نشفت بسرعه قوي، مش عارفه ليه، انا كنت لسه جايباها وبس بقالها شويه كام ساعه وفجاه حسيت انها نشفت. اللي ما عجبنيش قوي التكتشر بتاعها، كنت حاسه انها ناشفه شويه. دي بقى اللي بتاعتي انا، وبرده على فكره كان بقالها فتره بس ما نشفتش بالمره. القوام بتاعها طري جدا، اطرب كتير من التانيه، والقوام بتاع الكيك اللي بيدوب في البق اول ما بناكله ده. بالهنا والشفا مقدمه لكل اللي هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب قريب ان شاء الله، وباي باي.